بقى الكوارع. الكوارع دايما 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 عندنا مشكلة فيها ان هي مش نظيفة، ان انا مش عارفة اعمل ايه عشان تبقى مظبوطة معايا وما تبقاش زفرة وتبقى الدنيا تمام، ودايما بعملها بلاقي فيها زفارة، الشوربة ما بتبقاش حلوة، يعني تفاصيل كتير كده ايه موجودة عندنا. فالنهاردة هقول لكم كل حاجة نعملها في الكوارع. تعالوا كده نبدأ فيها قبل ما نطلع الفصل التاني، يعني نبدأ في جزء ونكمل بعد ما نرجع من الفصل. عندي لو عايز أعمل فتة كوارع عموما، مهم قوي إن أنا أعمل شوربة كوارع وكوارع مظبوطة. عشان أعمل فتة مهم قوي إن أنا أظبط الكوارع اللي عندي والشوربة أو المرقة بتاعة الكوارع، ما هي من غير الموضوع ده الفتة عندي مش تبقى حلو. فأهم نقطة إن أنا أظبط الكوارع نفسها وأنا بعملها. هعمل إيه؟ أول حاجة أنا بجيب الكوارع عندي تبقى من جزار نضيف وأبقى واثقة تماما تماما إن هو يعني زي الفل، تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة. موضوع الجزار لما بتجيبوا منه الكوارع بيبقى فيه كوارع مش متنظفة كويس تماما، فدي يعني ما تخلوهاش، يعني خلاص ما تجيبوهاش. يعني لو انت واقفه عند الجزار ولقيتيه مش منظف لك كوارع تنظيفه محترمه ما تجيبهاش، شوفي جزار تاني يكون انظف ومديكي حاجه نظيفه ومتنظفه كويس، لان الكوارع هيبقى صعب جدا تنظفيها لو فيها مثلا شعر او فيها بواقي او الكلام ده، بيبقى صعب قوي ان انت تعمليها في البيت. فمحتاجه ان احنا دي نقطه مهمه ان احنا نجيبها من عند الجزار متنظفه كويس. هنكمل عليها في البيت لكن من البدايه خالص جايه مش نظيفه هيبقى صعب قوي. فدي نقطه مهمه لازم تعملوا حسابكم فيها. خلاص جبتها من جزار نظيف وجبتها متنظفه كويس وبيضه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه زي اللي عندي دي، بصوا بصوا متنظفه كويس جدا ما فيهاش اي حاجه، شايفين عامله ازاي؟ زي الفل ما فيهاش اي ولا شعر زياده ولا اي حاجه خالص، تمام. فمهم قوي ان انا اجيبها متنظفه كده. جبتها كده هقوم جايبه ايه، عامله جايبه غسلها طبعا تحت الحنفيه كويس قوي وبنقعها دايما. انا الحاجات دي كلها دايما لازم اكون بنقعها مع في طبعا مش اللحمه، انا بتكلم على دي، بتكلم على الفشه، بتكلم على الطحال، على الكلام ده، لكن طبعا اللحمه ما بعملش فيها النقع ده. بحطها في ميه بخل بملح بليمون كتير بالقشر بتاع الليمون بتاعه او بالليمونه بعد ما تتعصر، وبسيبها تتنقع حوالي ساعتين. بعد كده بقوم منزله الميه وغسلها كويس قوي تحت الحنفيه، وبقت عندي الكوارع بالشكل ده. بجيب حله، تمام، انا بشرح لكم هنسلق الكوارع عشان نطلع كوارع ومرقه كويسه ازاي. هجيب حله عندي هحط فيها شويه ورق لورا وشوية حبهان وشوية مستكة. هجيب بس سباتولا كده ومعلقة صغيرة من السمنة، تمام، بالشكل ده. شايفين الحلة هنا ولا بدلها لكم؟ تمام. هقلب بس السلطة عشان لسان العصفور ما يتحرقش. شايفين المية أصلا؟ حاضر جاية لكم حالا. انا العصفور هيتحرق طبعا، هنعمل ايه؟ اهو كده بالشكل ده. بصوا بشوح فيها حته وحدتين مستكه، وحدتين حبهان، ورق لورا. زي ما قلت لكم انا عارفه مش دايما بيبقى عندكم مستكه وحبهان، بس يعني رجاء في العيد تبقوا يعني جايبين حتى الحاجات دي بكميات بسيطه حتى، عشان فعلا فعلا بتفرق جدا في الوصف. هبدا بقى انزل بالكوارع بتاعتي اهو. بصوا كل اللي انا بقوله لكم ده هيفرق جدا في الكوارع. انا طول عمري بعملها بالطريقه دي وما اقدرش ما اعملهاش كده. بشوح الكوارع مع المستكه والحبهان ورق اللورا ومعلقه السمنه، تمام. انا جبت بس حله صغيره، كان المفروض اجيب حله اكبر بس تمام. تمام بشوحها كويس جدا في الحبهان والمستكه وورق اللورا، تمام، ومعلقه السمنه. بعد ما بشوحها بالتشويحه دي بحط لها ميه مغليه. بعد ما بسيبها تتسلق نص ساعه بقوم كبه كل اللي انا عملته ده في مصفى وغسله الكوارع كويس جدا وعامله لها ميه نظيفه زي اللي في الحله دي كده، وابدا احط في الميه الجديده دي ايه، برضو حبهان، مستكه، ورق لورا،
طماطم، بصل، جزر، كرفس. تمام. وهبدا ان انا احط فيها بعد ما تغلي كده، ابدا ان انا اطلع اجيب احسن ماسك، احط الكوارع بتاعتي بعد ما سلقتها السلقه الاولى وكبيت ميتها، وبعد ما شوحتها التشويحه دي وسلقتها وكبيت ميتها وغسلتها، هحطها في الميه النظيفه اللي انا حطيت بقى فيها برضو حبهان ومستكه وورق لورا وطماطم وجزر وبصل وكرفس. اهو الميه بتغلي، اقوم حطاها دي السلقه الثانيه. تمام. وهبدا بقى اسيبها تتسلق كده وتاخد وتدي كده مع نفسها، بتاخد لها حوالي من 3 ساعات لاربع ساعات كمان ساعات. تمام. الكوارع من الحاجات اللي لازم تستوي كويس جدا، يعني ما ينفعش اسويها نص سوا، ما ينفعش اسويها شويه وشويه، لازم تستوي كويس قوي قوي، يعني ما ينفعش ولا تشد ولا تعمل، لازم تبقى دايبه. يعني الحاجه الوحيده، في ناس مثلا ما بتحبش اللحمه تبقى دايبه قوي، الكوارع ما فيهاش، يعني ما فيش اوبشن للموضوع ده، هي لازم تبقى دايبه عشان تبقى مظبوطه معاكم وطعمها حلو معاكم. تمام. قبل بقى ما نطلع فاصل هقدم سلطه الكبده عشان ترجعوا لي بعد الفاصل نكمل مع بعض، او نشوف الكوارع بعد ما استوت. اهي انا عندي حله كوارع اهي. تمام. هنشوف بقى بعد ما استوت هنعمل ايه في الكوارع دي، وهنستخدمها في ايه، ونعمل بيها فته ازاي، ونعمل بيها ايه الوصفات اللي ممكن نعملها غير الفته. كل الكلام ده بعد الفاصل. دلوقتي هغرف بس سلطه الكبده بتاعتي، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه وصفاتنا ان شاء الله. استنونا. قبل الفاصل سلقنا الكوارع وقلنا ازاي ننظفها ونجيبها ازاي والكلام ده كله، ولحد ما وصلنا ان هي ده الكوارع مسلوقه ومستويه ومهريه خالص من بعض، وشوربه الكوارع بصوا زي الفل ولونها جميل وطعمها احلى. صفيتها وبقت عندي بالشكل ده، والكوارع عندي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، عشان نبدا نعمل بقى فتت الكوارع، وهنعمل كمان كوارع بالخل والثوم. تعالوا نقول مقاديرهم ونشتغل فيهم مع بعض. كوارع بالخل والثوم، عندي كوارع. ممكن على فكره في الوصفه دي تخلو الكوارع، يعني انا في الوصفه دي كتير بقوم ماسكه الكوارع خليها كده ومقطعها حتت صغيره، بحيث ناخد بالمعلقه كده على الرز يعني ندلعهم شويه، لو مش عايزين يعني ايه تقعدوا تفصصوا الكوارع وتقعدوا تخبطوا في العظم والحوارات دي، فيعني ممكن تخلوها في الوصفه دي. عندي كوارع، وعندي اربع فصوص من الثوم، وفلفل اخضر مفروم، وطماطم مكعبات صغيره، وربع مرق، كوبايه مرق من الكوارع، وعندي معلقه هريسه شطه، او ممكن استبدلها بشويه صلصه. يبقى عندي الكوارع المسلوقه بعد ما سلقتها، وشفنا سلقناها ازاي وعملنا كل الخطوات دي مع بعض. هناخد عندنا شويه كوارع ممكن نخليهم وممكن نشتغل بيهم كده، اربع فصوص من الثوم، وفلفل اخضر مفروم، وطماطم مكعبات صغيره، وعندي كمان ربع كوبايه من المرق بتاع الكوارع اللي انا سلقت فيه الكوارع، ومعلقه هريسه شطه او صلصه لو مش حابين الحاجه حاميه. تمام. هحط بقى شويه زيت كده، وهبدا انزل بالثوم بالشكل ده كده، شويه ثوم حلوين كده، شوية الثوم دول كمان. ابدا كده ايه، عايزه اخلي الثوم لونه ذهبي كده، وبعد ما يبقى لونه ذهبي ابدا انزل اعمل ايه، اطفيه بالخل. بصوا الفته والكوارع اللي هي اللي انا ممكن اخليها او اشتغل بيها كده بنفس الطريقه. بصوا الثوم ابتدى يبقى لونه ذهبي بالشكل ده، هبدا ان انا اعمل ايه، اطفي عليه كده ايه شويه من الخل، حوالي ربع كوباية من الخل. تمام. نهجري، وبعدين انزل بالطماطم. خلاص. وبعد ما انزل بالطماطم انزل بشوية فلفل واقلب بالشكل ده كده. تمام. يبقى الخل بالثوم
طفينا الثوم بالخل، شويه زيت، الثوم بقى لونه ذهبي، حطيت عليه شويه خل حوالي ربع كوبايه من الخل، وحطيت عليها بعد كده الطماطم والفلفل. تمام، حاطه هنا فلفل رومي لان انا هحط هريسه، وهحط بعد كده الهريسه عندي معلقه كده او معلقتين على حسب ما انتوا تحبوا درجه، لو عايزين حاجه حاميه او عايزين تاكلوها مش حاميه بدلوها بصلصه. تمام، هسيب بقى دول يغلوا كده غلوه بسيطه خالص مش كتير، وهبدا اجيب الكوارع، يعني هسيبهم يغلوا لحد ما احط الكوارع بتاعتي في البايركس كده اللي انا هدخله الفرن. هجيب طاجن او بايركس او اي حاجه احنا حابين نشتغل بيها، وهبدا اجيب الكوارع. هات لي الماسك يا اسلام والنبي. وهبدا اجيب شويه من الكوارع، بصوا هاخد الحاجات اللي هي شويه شبه المخليه كده شويه. زي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا يعني تعملوا اي حاجه انتوا حابينها، تخلوها او تسيبوها براحتكم خالص. بصوا هاخد القطع الصغيره دي وهسيب القطع الكبيره للفته. هقرب كده الدنيا عندي اهو، القطع الصغيره دي هاخدها. وكمان انا بقول لكم انا في الطاجن ده بحب اخلي عندي الكوارع، يعني يعتبر معظم الحتت اللي انا اخدتها هي مخليه وبقطعها حتت صغيره خالص، يعني بصوا بخليها الحجم ده كده، شايفين اهو. تمام خلاص، وهبدا احط الكوارع عندي اللي انا طلعتها، هحطها في الخليط ده. الخل مع الثوم مع الصلصه حلوه جدا، بصوا شايفين الجمال. شايفين عامله ازاي الريحه فظيعه بجد، الريحه والشكل والطعم كله يجنن. كده عندي الكوارع جاهزه، هدخلها الفرن اديها تشميعه اهي كده بالشكل ده، كده اديها تشميعه كده بسيطه في الفرن. كل حاجه عندي مستويه، انا بدخلها بس الفرن عشان عايزه التشميعه بتاعه الفرن مش اكتر من كده، لكن كله عندي مستوي. تمام، هدخلها كده تتشمع، وتعالوا نعمل مع بعض الفته. تمام كده اهو، تعالوا بقى ايه الفته بتاعت الكوارع، عايزين نعمل صلصه بيضه وصلصه حمراء بتاعت الفته اللي احنا بنعملها دايما. هشتغل فيهم الاثنين كده مع بعض، هحط طاستين كده، وهحط شويه زيت هنا وشويه زيت هنا، وعندي توم هنا وتوم هنا برضو، يعني الاثنين هشتغل بيهم في نفس التوقيت، شويه توم كده شويه توم كده اهو بالشكل ده. عندي الخل زي برضو ما بنعمل، هنطفي هنا وهنطفي هنا، اول ما التوم عندي يبقى بالشكل ده كده هنطفيه بالخل اهو، وابدا احط الطماطم والصلصه. هجيبها كده عندي واحدة مش هحط فيها طماطم وصلصة، هحط بس فيها شوية مرق من الكوارع. اجيب بس كده واجيب المرق بتاع الكوارع جنبي هنا كده، وهحط فيها شوية من المرق على الثوم بالخل بس، مش هحط عليه اي حاجة غير ملح وفلفل وخلاص على كده اهو. تمام، هسيبهم بقى يغلوا مع بعض. حطيت شويه زيت شويه ثوم اتحمروا، وبعدين نزلت بشويه خل، وبعد كده حطيت حوالي كوبايه من المرقه بتاعه الكوارع وملح وفلفل بس كده مش اكتر من كده، وهبدا اسيبهم خلاص يغلوا مع بعض. دي
عندي الدقة البيضة، الدقة الحمراء برضو حطيت شوية ثوم عليهم شوية خل، وهبدأ ان انا احط الطماطم، هحط الصلصة، هحط الملح والفلفل، ممكن تحطوا مكعب مرق خضار لو حابين، لكن انا بس انا يعني تمام جدا. هو الكوارع بتبقى المرقة بتاعتها تمام قوي، مش محتاجة اي حاجة معاها. تمام، يبقى هحط شوية زيت، برضو ثوم طفيته بالخل، حطيت الطماطم المفرومة، حطيت الصلصة، قلبت كله مع بعض، حطيت ملح وفلفل مش اكتر من كده، مش عايزة مش محتاجة اطعم كتير. وبرضو هحط عندي حوالي كوباية من مرقة الكوارع بس كده. تمام، عندي الكوارع اهي بتاعت الفتة، العيش طبعا مقطعاه وحط عليه معلقة سمنة كده وشوية ثوم وملح وفلفل، ودخلته الفرن يتحمص. بص بس على الكوارع. تمام، بقى عندي بالشكل ده. انا بشتغل بعيش بلدي، ما بشتغلش بعيش مقمر، عيش بلدي اهو، معلقه سمنه كده عليه بشويه ثوم بشويه ملح وفلفل، ودخلته الفرن وفضلت اقلب فيه كده من وقت للتاني لحد ما اتحمص معايا وبقى حلو جدا معايا كده. هعمل شويه رز، شويه الرز ابيض عادي بشويه حبهان ومستكه ورق لورا، هيطعم عندي وهيبقى زي الفل. هفلفله عادي خالص زي ما بعمل اي رز، وهقوم جايباه حطاه على العيش بتاعي اهو كده، العيش بالشكل ده اهو كده. شيل بس ورق اللورا ده اهو، هشيل اي ورق لورا اي حبهان هلاقيه في الطريق كده هشيله اهو. كل ده بيطعم لي حتى الرز، بيبقى طعمه مختلف عن الرز الابيض العادي. بصوا هشيل اي حاجه هلاقيها بالشكل ده كده اهو. تمام كده قوي، هاخد شويه كمان. تمام، هاخد شويه كمان، اشيل حبهان. تمام كده، اغرف الرز الابيض بتاعي بالشكل ده. طلعنا شوربه كوارع بكوارع منتهى في منتهى الجمال. تمام، طلعنا منها طاجن، طلعنا الشوربه، طلعنا ممكن ناكل الكوارع مسلوقه، ممكن نعملها فته، ممكن نعملها الطاجن زي ما عملناه في الفرن، زي ما انتم حابين. وهبدا ان انا احط الكوارع بتاعتي بالشكل ده كده. شوف الكوارع مهريه تماما اهي، احط كده الكوارع بالشكل ده اهو، احطهم كده في النص. الشكل ده القرقوشة دي احلى حتة في الكوارع كلها. بصوا انا الطاجن في الطبيعي بحب اعمله الحجم ده كده، لو انتوا حابين بحط الحاجات دي بقى الصغيرة دي خالص في الطاجن، وبخلي حتتين كوارع كده وبحطهم في الطاجن. لو انتوا حابين تعمل يعني تنوعوا، تبقى دي حاجة ودي حاجة. تمام كده خلاص، كل اخدت كل الكوارع اللي عندي. هبدا بقى اجيب الخل بالثوم بمرقه الكوارع اللي انا عملتها دي، فيها مرقه كوارع برضو نفس الموضوع. هبدا بقى ايه، احط كده اشرب الفته بتاعتي بالشكل ده اهو. كل ده هشربه. انا زي ما قلت لكم انا الفته ما بحبش يبقى فيها سوائل وتبقى مليانه شوربه، بحب
اعملها بالشوربه اللي في الخل والثوم، انا كده كده حاطه فيها شوربه كوارع، وبحب اسيب يعني جنبيها الشوربه، اللي حابب يزود في طبقه بيغرف ويزود. تمام، هبدا بقى احط عليها الصلصه. شايفين الجمال والروايح؟ شوف لي اللي في الفرن، يلا اسلام طلعه لي اهو، حاجه كده بصوا في منتهى الجمال. شايفين خل وثوم مع الكوارع؟ في ناس مش بتحب الصلصه الحمراء، ممكن تعملوها بره خارجيه، اللي بيحبها تمام، اللي ما بيحبهاش تقدروا ان انتوا تستغنوا عنها. انا شايفه تمام كده، مش عايزه الكوارع تبقى باينه اهو بالشكل ده كده. تمام، شايفين بقى الطاجن كمان طالع بيبقبق خالص اهو، حاجه كده في منتهى الجمال. بصوا الطاجن ده يعني، بص بالمعلقه كده، بالمعلقه كده وشويه رز ابيض كده، انا سايبه شويه رز ابيض في الحله، حطيتهمش كلهم هنا شويه رز ابيض كده مع الطاجن ده وهو بيبقبق كده، حته الكوارع المخليه كده من جوه، على يعني على الاكل على طول. عشان كده بقول لكم انا الطاجن ده كتير جدا بحب اعمله مخلي، عشان كده خدت الحتت المخليه اللي في الكوارع، وتقدروا انتوا تقطعوها كمان اصغر من كده يا دوب هي بالمعلقه، يعني بحب اعمله على الرز الابيض كده بالمعلقه، تدبوا المعلقه كده فيها الصوص والكوارع والكلام ده كله يطلع مره واحده. عندنا بقى شويه جرجير كده هنا، عايزه احط شويه مع الكبده اللي بالرده